عودي للمتابعة. نحن وياكم قبل ما ننتقل على كتاب هالأسبوع وعلى ميلاد وأخبار الناس، رح ننتقل لعند شيف عبد الله ونشوف شو في عنده كمان بتاني وقفة له. صباح الخير شيف. صباح الخير. لكن نحن اللحم فرد. لكن اللحمة صارت عنا جاهزة، البهارات على الطريقة المكسيكية عملناهم، عنا الميكس. هأرجع عيد، 6 معالق بابريكا، 5 معالق حر أحمر، 4 معالق كمون، 3 معالق بصل، 2 ملاعق ثوم، وملعقة ملح. أنا هأخذ منهم ملعقة كبيرة للحم اللي عندي لطبلها، وبدي أعملهم كريات لأرجع أقليهم مع البصل والفليفلة والثوم. هنعمل كريات بحجم الإيد صغيرة ونحطها تكون جاهزة. نحن طبقنا، ما عارف انه داود باشا هو طبق تركي، قصته اجت انه كان الباشا اسمه داود ياكل كل يوم هيدي الاكلة، فجاب شف جديد نزع له الطبخة. ما كان اسمها داود باشا، كانت اسمها كفتة ببصل. فبس انتزعت عاقبوا للطاهي اللي عنده وسموا الطبخة على اسمه، صارت اسمها داود باشا، ومن هنيك العالم كلها صارت تعملها بالبلاد العربية على أنها داود باشا. نحن اليوم ما حنعملها على الطريقة المضبوطة اللي هي بس بندورة وبصل واللحمة ومع الرز الأبيض، نحن حنقدم معها على الطريقة المكسيكية، عملنا البهارات الفاهيتا أو التاكو، حنقدم معها فليفلة خضراء، حنقدم معها كورن، حنقدم معها فاصوليا حمراء، وأكيد حتكون طعمتها حارة أكثر، حارة لأنه طبق مكسيكي. بهالوقت انا عندي، بنتقل لتاني ميلي لهون اذا بدكن، عندي الطبق التاني اللي بدنا نعمله على 12 و24 دقيقة، اللي هو مسخن للدجاج. كمان مسخن للدجاج هو طبق تقليدي ببلاد فلسطين، اردن، لبنان، سوريا. نحن اليوم حنعمله لانه ماشيين بسيكل المكسيكي، ما حنعمله بدجاج، حنعمله بحبش، حنعمله بخبزة التورتية مش بالمرقوق، وحنقدم معه دب اذا ضل معنا وقت الحمص الاخضر. هيك بنكون نحن عملنا، اخذنا طبقين من بلد كل واحد من ميل، عملناهم بنكهه مكسيكيه وتعلمنا شيء جديد. وانا بشوفكم على 12 و24 دقيقه. ثانك يو لك شيف عبد الله. بنرجع لك طبعا بعد شوي مع مسخن الحبش مش مسخن الدجاج. اما بالنسبه لكتاب هالاسبوع، انا بدي انصحكم تقروا ايستوار دو ليبان ان بون ديسيني، اللي هو عن الفينيقيين لي فينيسيان، توم 1، الكاتب بسام ربا، ناشر دار أركان، وهو باللغة الفرنسية. فإذا تاريخ لبنان بالرسوم المتحركة أو بالرسوم بالبوند ديسيني، هذا الكتاب بيحكي عن تاريخ لبنان من أجدادنا، من إرثنا، وهو لكل الأعمار، فيهم الصغار والكبار أنه يقرون، لأنه كتير حلو يكون موجود بكل بيت، وحتى إذا جاكم زوار يشوفوه ويشوفوا تاريخ لبنان بهالصور هيدا اللي بينفهم بطريقة كتير سهلة. برجع بذكر من اسمه إيستوار دو ليبان بوند ديسيني. إذا هذا هو كتاب هالأسبوع. ما نحن وياكم هلأ مع عدة أخبار بناس وناس مع ميلاد. صباح الخير. صباح الخير ميلاد، كيفك؟ الحمد لله. مش الحال؟ كيف مبلش هالسنة؟ والله منيحة. يعني بعض القرارات اللي أخذناها عم بلش فيها، خي، وإن شاء الله ضل واحد ضل مضاين. يعني موتيفيشن، حط حوافز قد ما بدك. بدك تعلمني خلص. بس تعرف قصدي إنه الحوافز بتساعد الواحد لحتى يضل مضاين. أول حافز هو يحب حاله، حب حاله صحيح. يصور حاله. جوزيف، اليوم عندنا رح نقوم بجولة فنية، شو صار بال 2013 تقريبا. يعني ما فينا إذا بدك نكون عم نحكي عن كل الأحداث، هيك ابرز الاحداث لنستعرض هالسنه شو حملت للسليبرتيز من 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 افكار. رح بلش مع الزواج. يمكن شهد 2013 اول شيء زواج النجم اللبناني رامي عياش. من بعد قصه حب مع خطيبته. الحفل الزواج كان يعني حب انه رامي عياش يشارك فيه كل الاصدقاء، كل المشاهير حتى، وكل اللي بيشتغلوا يمكن بالمجال الفني، بالمجال الاعلامي. وشفنا يمكن بالريسبشن يلي نظمها رامي حشد كتير كبير من الوجوه الفنيه والاجتماعيه والمعروفه يلي شاركوه فرحته. وهو كمان يعني شارك عروسته الفرحه كمان باغنيه قدمها بهيدي المناسبه. بقى يمكن زواج رامي عياش سنه 2013 من المحطات الفنيه الحلوه كتير
تزوجت والمبهرة. مظبوط. كمان كارول سماحة. كارول سماحة كمان عروس 2013. كارول سماحة من بعد كمان قصة حب خلينا نقول أبعدتها شوي عن الصحافة وعن الأضواء. ويعني بال2013 كانت الصحافة كلها عم تسأل من هو العريس المنتظر. قدرت كارول سماحة إنه تخلي هالقصة الحب لحالها لإلها، هل يعني تقدر تحميها خليني أقول كمان من بعض برك الشائعات ومن بعض الأشياء اللي ممكن تطلع، خاصة بتعرف إنه الأخبار بتلحق المشاهير. وتكلل الموضوع بزواج كارول سماحة بهيدا العام إلا مبروك. خليني أقول إنه كارول بال 2013 كانوا حدثين مهمين، يعني هي كانت عروس 2013 أيضا، وكانت كمان يعني السيدة حلمة المسرحي تحقق بال 2013. شفته قدرت تشوفه؟ كثير حلو. انا كمان شفته. بسمع الاغنيه الاساسيه اللي هي كثير بتتكرر. ايه بتعرف يعني الا كمان مبروك اكيد، وبعده يعني بعده المستمر العرض. بفتكر انه تمدد كمان. انا بالليله اللي حضرتها كان في كانت الصاله مليانه عالم عم بتزقف لكارول. انا بعرف انه هيدا الشغف عند كارول سماحة قديش كبير، انه تقدم شيء على غرار برودواي، انه هيدا حلم عندها. وهيدا الشيء كان واضح من خلال كيف عم البرفورمنس تبعها، كيف عم بتقدم هاللوحات. هاللوحات بقى بنقول لها مبروك لك للحدثين المهمين بحياتها. كمان شهد 2013 زواج الشاعره السوريه سهام شعشاع. ايه صحيح، بنقول لها مبروك لسهام صديقتي كمان. بقى 2013 كمان تكلل بزواجها لسهام. فاينلي لقيت فارس احلامها، يعني بصعوبه. هلا بدك ما تصير تكتب شعر رومانسيتها تخف بالشعر. لا لا ما بتصور لا انه عرفت انه لما دخلت القفص ذهبت. لا بفتكر انه سهام شعشاع من الشاعرات اللي كثير هيك عندهم رومانسيه وعندهم صحيح. عندهم بقى من الا مبروك. رح ننتقل من الزواج للي رزقوا باولاد. يمكن الكابل الاشهر اللبناني يلي رزق بولد بعام 2013 هو يوسف الخال ونيكول سابا. عبروا عن محبتهم كثير لنيكول الطفله الصغيره. ايضا يعني تابعتهم الصحافه ب 2013 اثناء حمل نيكول. ونيكول الحلو فيها انه ظهرت كمان باكثر من مره فنيا على المسرحيه وحامل. وعملوا كمان نوع من فوتو سيشن، كمان صوروا مع بعضهم مع البيبي مع يعني اثناء حملها لنيكول. يوسف بعد الولاده قال انه في كثير اشياء تغيرت فيه، وهذا الشيء حلو. يعني شعور الابوه عند يوسف وعند نيكول كانوا طاغيين عام 2013. ما بدي انسى انه يوسف او نيكول كمان كان عنده نجاحات فنيه ثانيه. يعني يوسف احلى من هالشعور هالاحساس هيدا كثير، يعني عن جد مثل ما قال يوسف تنقلب حياته الانسان بضاهي يعني. بضاهي كل هالنجوم. مره سمعته عم بيقول يوسف شغله كثير حلوه، انه هيدا ويندو بينفتح وبيجي منه هواء حلو. أكسجين حلو عن جد. بقى حلو كان هالتشبيه. يا لا 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 مايا نصري كمان رزقت بي. ايه مبروك لمايا. مايا كمان بتقربني يعني انا كمان. ايه في قرابة انا وياها. بقول الف مبروك وحكيتها والبيبي كان اخذت كادو ورحت زرت. ما رحت زرت لانه هي فترتها كانت قصيره هون شفتها، بس ضروري تزورها. لمايا كمان بقول الف مبروك. الحقيقه يا لمايا كمان بقول مبروك على البيبي. وكمان مايا يعني التقيتها شخصيا. بقى عم تختبر شعور مختلف هيك من الامومه، هيك لدرجه انه مش ما بدي اسميها الوسوسه انه بوزيتيف واي، انه كثير حريصه اوعى وهيك. يعني بقى هي انه كمان اول بيبي. كمان تامر حسني رزق هالسنه بمولودته الاولى. وكمان تامر وزواجه واعماله الفنيه اذا بدك خطفت كمان السنه. ما بدنا ننسى انه كمان مواقفه السياسيه اللي كانت السنه الماضيه ونزوله على ميدان التحرير وعدم نزوله، هالامور كانت. بس خليني اقول كمان الولاده يعني وطفلته بال 2013 كانت شكلت حدث. ما بدي انسى احكي عن كيم كارداشيان يلي عادة هي بركي نجمة كل الأحداث، نجمة كل الأيام. بس كمان مولودة من كاني ويست، كمان جاب رهجة وأكيد جاب ملايين. نعم. يعني أوكي. يعني الحلو فيه إنه بيجيب البيبي بيجيب السعد وبيجيب الرزقة وبيجيب الملايين لكيم كارداشيان. بيقولوا الولد بيجي تجي رزقته معه. اجت رزقته معه. وما عم احكي بعد احكي كمان عن ويليام وكيت ميدلتون يلي كمان يعني المولود الوريث الجاي كمان شكل انه بعد شوي انه ماديا انما وريث العرش يعني. وكمان يعني بدي اقول انه هل كيم حامل هل كيت ميدلتون حامل او مش حامل، هيدا سؤال غريب يلي كل السنه كنا عم يسال عنه انه شو رح بيصير وانه بانتظار المولود، الى ان يعني اجى المولود السعيد. وطبعا الكاميرات كانت ملاحقه كيت ميدلتون حتى على ابواب المستشفى. يعني
هل الولاده شكلت عن جد حدث العام الماضي؟ نعم. خاصه وانه بتعرف انت يعني هيدا شيء كثير مهم بالسلاله الملكيه ببريطانيا وهيك خاصه اذا كان صبي يعني خاصه اذا كان صبي وهيك صار يعني رح روح كمان لأحداث تانية مهمة صارت ب 2013 هيفا على يعني اي دي ام بي الموقع الأشهر خليني أقول للممثلين تم اختيار هيفا من بين 30 أجمل ممثلة بالعالم خلال 2013 من بركلا أكيد لهيفا وهيدا حدث يعني كلنا بنفتخر فيه خليني أقول وجود هالنجمة اللبنانية يلي صارت عم تتصدر لائحات عالمية أكيد هيفا قبل وقبل تصدرت كثير من اللوائح بس كمان هيدا الحدث اخترته لنحكي عنه كحدث بال 2013 هلا بال 2013 طبعا مثل ما كان في أحداث سعيدة جوزيف كان في أحداث كثير حزينة نعم. أولا خليني أقول وأكبرها لأن للبنانية هي رحيل الفنان الكبير وديع الصافي صحيح. الأرزي اللبنانية حدث وفاته على قد ما كان في حزن على قد ما رسم أسئلة كتير كبيرة مثل ما قلنا والصحافة تعاطت مع الموضوع بطريقة بأكثر طرق يعني الصحافة كانت عم تبكي وديع الصافي كانت عم تحكي عن إنجازاته بنفس الوقت كانت عم تحكي عن تردد الدولة بأنه كيف تعاملت مع حدث الوفاة كيف تعاملت الدولة كمان مع عدم أعطاء إذا بدك يوم حداد رسمي على رحيله هيدا الحدث كمان من 2013 كان علامة فارقة من علامات الصحافة على كل حال ان شاء الله يعني يلتفتوا الاشخاص بعض موجودين بيناتنا اعمده الفن اللبناني يعني مثل الصبوحه كنا عم نحكي من صحيح الله يطول بعمره الله يطول بعمره انه هن موجوده نعرف نكرمها ونعززها ونشقلها صحيح على راحه ايدينا من, من من كمان الوفاه يلي كمان شكلت صدمه للعالم اكيد وفاه بول ووكر خلال السنه وعلمت كثير تينيجرز قصص يعني بتصور كانت بالسويقه نفس الشيء عندك كوري مونتيث يلي يعني جلي النجم يلي كلهم بيعرفوه كمان رحيله يعني عند بول ووكر بي عندك بال هلا عم نشوف هيدا كوري مونتيث بحد السياره بول ووكر هو كمان يلي يعني كان معروف قديش فات على الادمان وعمل رياب وحاول انه يصحح حاله بقى هو لهالرمزين لانه التينيجرز كانوا مهمين كمان وفاتهم شكلت كثير على هالسيره صار في كثير وعي بالنسبه للمخدرات بالنسبه للحوادث عند الشباب عند يعني الشباب. اقل هلا نسبه اقل من قبل حسب الاحصاءات اللي صارت وحكيت لنا عنهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هلا كمان نرجع نسألها تانية جاي بعده ايه طبعا مزبوط جاي شفتها الان بالكوليس ايه. كمان رح احكي عن وحيد سيف وحيد سيف النجم المصري المعروف اللي حمل الضحكه وحمل يعني المواقف الكوميديه كمان رحل عام 2013 كمان جيمس غاندولفيني ما بعرف اذا بتتذكره يعني هو ذا مافيا جاي بتتذكره هيدا النجم يلي كان سوبرانو يعني شفتوا يعني كل العالم بتعرفوا بالسوبرانو جيمس كمان رحل عام 2013 رحيله كمان كان مؤثر خليني احكي انتقل لك فيك تنهي لنا اياها بفرح مثلا رح انهي لك اياها بهيك شو اسمه غرابه الويردوز مثلا ادم ساندلر تصدر لائحه 2013 يعني تخيل شو ملزين بيعملوا لائحه ب 2013 انه مين المشاهير يلي ما بيستحقوا كان هالقد اجرهم انه اخذوا اجر مبالغ فيهم وتربع على عرش هاللائحه ادم ساندلر لانه دافعين له اكثر مما بيستاهل أيه. حلو يعني مثلاً. تخيل شو مأزيه عرفت شو قصدي يعني ما بيتهنى بالمصاري انبسط انه ربح ربحت انت لائحه اكثر فنان اخذ مصاري اكثر ما بيستاهل بقى على كل حال ادم ساندلر ممثل كثير معروف وكثير محبوب وكثير عنده جمهور عن جد هيدي بتعمل عنا حلقه اذا الانسان بينبسط بالمصريات اذا بيستاهلون او بينبسط بمصاري اكثر اذا ما بيستاهلون مزبوط ايه شو قولك؟ ما هيدي بدها ما بدها هالقد فكره للثبت رويدا سحر قولي لرويدا احلم من الافكار الغريبه اللي كانت كمان على تويتر عام 2013 الظواهر الغريبه كانت تويتس احلام على تويتر كانوا كثير غريبين ويردوها هلا احلام هي بحد ذاتها نجمه فيني اقول عندها من الغرابه هيك ما يكفي انه ستيتمنت كثير قوي بحبها كثير لاحلام لانها كثير صريحه هيك مثل ما بدها بتقول ناس بتتعاطف معها وناس ما بتتعاطف معها وناس اللي ما بتتعاطف معها بتقول لهم انه ما تلحقوني على تويتر بقى كمان شكلت غرابة في خبرية كمان ما قلت عني أنا إنه أنا عندي مسلسل جديد قريبا رح يبتلع أنا بدي أختم قلت لي أختم بشي حلو بقى قلت أختم فيه طب ليتك ما حكيت خيب حكي طيب. أنا طيب بقى عندي ربع دقيقة غادة عبد الرازق وباسم يوسف خلافهم 2013 كان كتير مدوي أنت شفت صورة غادة عبد الرازق مع عائلتها ببيتها بدبي
عباب المدخل قد ايه اخذي لايكس وكومنتس كثير عندها على على, على الفيسبوك بشكل مش طبيعي. اخر نجمه اثارت الغرابه هي مايلي سايروس يلي كملت تينيجرز كانوا بيعتبروها رمز، بقى باطلالتها الاخيره كانت شوي مدويه بالعام 2013 واثارت كثير غرابه على جوجل البحث جوجل اكثر نجم بمصر كان عمرو دياب. انا بدي منك تدوق الكوكيز وتصوت لحدا من الصبايا اللي ربحوا معنا اخر اثنين. انا في مرات بحب ما اكون كثير موضوعي. نعم. انا بتعاطف مع كليم من هلا لانه اخذ 72 يعني بحب ساعد الاضعف. لا انا بدك تشوف الطعمه. هلا كليم طيبين كثير كعكيتها. هلا انا عم اقول لك رايي انا هالقد صريح رح طيب بس انت شوف الطعمه يمكن ما تحبها. نعطي كليم فرصه. هلا كليم كثير طيبه اللي عملته كمان. طيبين هي طيبه. لا عن جد طيبين. ايه كلين. فاذا شكرا لك ميلاد. نحن وياكم مكملين عالم الصباح، بنتوقف لحظات قليله وخليكم معي لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت، بريك قصير ومن بعدها بنعود مع تانيا. خلينا نحكي.